بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية دولتكم الكريمة دولة الرئيس في ظل حكومة الخدمة، بعد أن كنا قبل أسبوعين افتتحنا برعاية دولتك في محافظة الموصل خط الربط العراقي التركي، بعدها انتقلنا ويا دولتك لإطلاق حزمة مشاريع محافظة النجف 500 ميجاوات. اليوم برعايتكم راح ننتقل لمحافظة كركوك لنعلن بحضوركم بدعمكم تشغيل محطة الدبس في محافظة كركوك. دولة الرئيس إذا تتذكر وحضرتك وجهت في بداية استلامنا للحكومة كان مشروع الدبس واحد من المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جدا، وما أبالغ إذا قلت من مذكرة التفاهم من 2004 كانت المعدات في موقع العمل متوقفة. بقرار شجاع من دولتك وجهتنا وانطلقنا ببدايات استلامنا للحكومة ومضينا بتنفيذ هذا المشروع المهم اللي هو عبارة عن وحدتين 160 ميجاوات للوحدة الواحدة. بهمة وجهود كوادر وزارة الكهرباء دولة الرئيس بمتابعتك الحمد لله اليوم نشهد بتوجيهك تشغيل هذه المحطة واللي نفذت بوقت قياسي بعد أن كانت متوقفة لعشرين سنة. خلال سنة ويمكن شهرين تحول المشروع من مواد مخزونة في موقع العمل إلى الآن تشوف دولتك إن شاء الله محطة كاملة أضافت للشبكة أكثر من 320 ميجاوات. إن شاء الله دولة الرئيس مباركتك وتوجيهاتك الكريمة لنعلن تشغيل وإدخال هاي الوحدتين للعمل بعد غياب 20 سنة. تفضل دولتك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ وليد شلونك؟ عليكم السلام سيادة الرئيس. احنا كان بدنا نتواجد في محافظة كركوك لكن حبينا ننتظر انتخابات الحكومة المحلية، لكن يبدو تحتاج وقت، فارتئينا انه يكون الافتتاح من خلال هذه الدائرة التلفزيونية. مبارك عليكم. الله يسهل ان شاء الله سيادة. مبارك عليكم هذا المنجز حقيقة، مثل ما تفضل السيد الوزير واحد من اقدم المشاريع المتلكية في كل القطاعات مو فقط الكهرباء. من 2004 كان العقد الذي تم في نهاية 2022. نعم. أتذكر. صحيح. رغم الظروف الصعبة، الأجواء، الحرارة، كذلك التعقيدات الإدارية القانونية الإجرائية، الحمد لله اليوم تمكننا من إكمال تشغيل هذه المحطة 320 ميجا واط. هذا بالتأكيد سترفد الشبكة الوطنية بهذه الطاقة الكهربائية التي نحن بأمس الحاجة إليها. احنا اخواني مثل ما تحدثنا في كل مناسبة، مسألة العمل على إنجاز وإكمال المشاريع المتلكية هو واحد من أهم الأولويات عمل الحكومة، وضمن مسار إكمال مشاريع البنى التحتية الذي لا سبيل غير هذا المسار. بدون إكمال مشاريع البنى التحتية وخصوصا في منظومة الطاقة الكهربائية، اليوم هناك معاناة لدى الكثير من المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة. لذلك علينا أن نبذل جهود مضاعفة وفي كل القطاعات. يعني احنا بدأنا هذا الموسم في مرحلتين، المرحلة الأولى ومثل إن شاء الله من المؤمل أن نبدأ المرحلة الثانية في موضوع فك الاختناقات. نعم. على مستوى النقل لدينا مشاريع أنجزت وهناك مشاريع وضعنا حجر الأساس لها خصوصا المحطات الأربعمية، وأيضا مسألة الإنتاج إكمال المحطات المتلكئة. واليوم أيضا أعلن من خلال هذا اللقاء أنه طيلة الفترة الماضية هناك فرق فنية وباستشارة من عدة جهات نعمل على إيجاد موديل اقتصادي سوف يعمم لمشاريع الإنتاج الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية التي من المؤمل أن نعلن عليها
قريبا إن شاء الله. هذه المحطة مهمة لتغذية منظومة الطاقة الكهربائية مثل ما ذكرت في هذا الظرف الحساس، وبالتأكيد نسجل تقديرنا واعتزازنا بكل الجهود التي بذلت من قبل العاملين. هذه المحطة في عام 2016 تعرضت إلى عملية إرهابية وسقط فيها شهداء وجرحى من العاملين. على بركة الله نبدأ بتشغيل المحطة وتقديرنا واعتزازنا لكل العاملين في المحطة وكل ملاكاتنا في وزارة الكهرباء التي تعمل ليل نهار في هذه الأجواء، وكذلك نأمل منهم المزيد خصوصا ونحن أمام استحقاق مهم وهو الزيارة الأربعينية. سيد ولي توكل على الله. لا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. سيادة الرئيس نشرع حاليا في تشغيل وحدتين لمحطة كهرباء الدبس الغازية. سيادة الرئيس هذه المحطات مثل ما تفضلت جنابك، هذا العقد وقع على مذكرة التفاهم سنة 2000 وجهزت مواد هذا المشروع عام 2004. حقيقة بعد شهرين من حكومة جنابك سيادة الرئيس وجهنا بالعمل لحل كافة متعلقات هذا المشروع بواقع وحدتين 320 ميجا واط، وربط على الشبكة الوطنية على خطوط 132 في محافظة كركوك قضاء الدبس تحديدا. سيادة الرئيس احنا بالنسبة لنا وقعنا العقد بتاريخ 12/12/2022 حقيقة في وقت قياسي وبعمل دؤوب خلال 24 ساعة من قبل كوادر وزارة الكهرباء والشركة المنفذة شركة صدى النجوم معانا كانت أيضا. حقيقة ضغطنا الوقت الزمني، عملنا خلال 24 ساعة حتى نفذنا هذا المشروع. هذا المشروع يطول سنتين فترة التنفيذ سيادة الرئيس، حقيقة بوقت قياسي بسنة وشهرين الحمد لله دخلنا الوحدات. عاهدناك أنه ندخلهم خلال هذا الصيف بإذن الله سبحانه وتعالى وعملنا على الموضوع. حقيقة سيادة الرئيس هاي الوحدات وحدات قديمة جدا، تعاقبت عدة حكومات على هذه الوحدات وما اتخذ قرار، لكن والحمد لله بحكومتك حكومة حل الأزمات وكافة المتعلقات والمشاكل قدرنا أنه ننجز هذا المشروع والحمد لله. الفيرجن مال هذه الوحدات رقم 3 قديم جدا، الماتشنج بينها وبين الأبديت اللي صار الحديث صعب جدا من خلال كوادرنا اللي موجودة حقيقة ودعم السيد الوزير معانا بتوجيهك قدرنا نتغلب على كافة العقبات. إضافة إلى ذلك سيادة الرئيس استغلينا الصلاحيات اللي سيادتك منحتها لوزارة الكهرباء. هاي الوحدات كانت تعمل فقط على الغاز وإحنا كميات الغاز كما تعلم أنه ما تكفي، عملنا على إنشاء وحدات معالجة الوقود HFO وحاليا الحمد لله سوف نشغل وحدة على الغاز ووحدة على الغاز الوطني طبعا ووحدة على LDO والوحدات تفتر النون لو سبيد وجاهزة سيادة الرئيس للربط. فننتظر توجيه جنابك ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على بركة الله أستاذ عبد الأمير، توكل على الله سبحانه وتعالى بتشغيل الوحدات. سيادة الرئيس تم ربط الوحدة الأولى حاليا الحمد لله وسوف يتم الصعود بها تدريجيا. حبيت أعرج لسيادتك سيادة الرئيس واستغل الفرصة أيضا معاك ومع السيد الوزير هذا الموقع في محطة الدبس. في 3 محطات طبعا، محطة الدبس القديمة اليوم بواقع 3 وحدات تشتغل على الغاز طبعا أهلت من قبل كوادر وزارة الكهرباء وتعمل حاليا بطاقة كامل طاقتها التصميمية، طبعا هذه وحدات قديمة أيضا 90 ميجا واط. وحدات الدبس الجديدة هاي اللي احنا هسه حاليا سميناها الوحدتين الحمد لله راح نبدي بالصعود بالحمل للبيز لود للطاقة التصميمية مالتها. وبالإضافة إلى ذلك سيادة الرئيس هذا العمل بجهود عراقية خالصة وجهود وزارة الكهرباء والحمد لله بدعمك المتواصل معانا حقيقة، وهذا ينطينا دافع عند زيارتك للوزارة عندما وجهت الوزارة إعطاء كافة الصلاحيات
حقيقة كان هذا التوجيه داعم إن بالصلاحيات التي منحت لنا بتجاوز كافة العقبات الإدارية والقانونية. اليوم احنا نريد نحقق منجز ما نتعامل بالروتين، والحمد لله حققنا هذا المنجز، واليوم مع سيادتك سيادة الرئيس نقطف ثمرة هذا الموضوع. حقيقة أهالي محافظة كركوك وقضاء الدبس تحديدا متعطشين لسماع هذا الخبر وينتظرون سيادتك انه احنا بالنسبة لنا نربط هذه الوحدات، لأن كان عندهم حلم أن هذه الوحدات لطالما كانت صناديق مركونة طيلة هذه السنين اللي أكثر من 24 عام تعرضت لظروف البرد والحر وما اتخذ قرار. في حكومتك سيادة الرئيس كان قرار جريء أنه نتجاوز كل العقبات، حلينا كافة المتعلقات، والحمد لله اليوم بفضل هذا الدعم ومتابعتكم ويانا سيادة الرئيس المباشرة ربطنا هذه الوحدات للمنظومة الكهربائية. بارك الله فيك دولة الرئيس. إن شاء الله الخطة المستقبلية هساي وحدتين، وكو وحدتين إن شاء الله جاي نشتغل عليهن، يصيرن أربع وحدات ننقلهن إلى المرحلة الثانية للدورات المركبة. بعد ما نترك أي وحدتين بسيطة، كل وحدتين بسيطة المرحلة الثانية راح ننصب دورات مركبة. الغاز قاعد ياخذ من الوسط، غاز وطني من الشمال. والوحدة الثانية احنا خلينا الوحدات تشتغل ثلاث انواع وقود، غاز وغاز وحتى اتش اف او، ضفنا منظومات معالجة الاتش اف او وسوينا خزانات، هسه نقدر نشغلها على ثلاث انواع. حاليا جاي نشغل غاز الوحدة الاولى والوحدة الثانية ال دي او. طبعا مع الوحدات دولة الرئيس نفذنا خطوط 132 ونفذنا جزء من محطة 132 وصرفنا الحمل بالكامل. شكرا. بارك الله فيك استاذ وليد، سلم لي على كل العاملين في المحطة. انا عندي رسالة سيادة الرئيس لجنابك. تفضل. خلف الكواليس، خلف الكاميرات، كافة الكوادر، الجهود، الكوادر الموجودة يسلمون عليك السيد. وعليكم السلام. الاخوان اللي موجودين كادر العراقية ويعاهدوك مثل ما جنابك بأول جلسة لحكومة سيادتك عاهدت الشعب العراقي أن حكومتك تكون حكومة فعالة لحل كافة الأزمات وحكومة خدمات. احنا نعاهدك ونعاهد شعبنا نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله، شكرا جزيلا. الله يحفظك سيادة الرئيس، حياك الله. شكرا شباب العراقية، أقول العراقية.